السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المختبر بتاع جوجل، يعني قبل ما تنزل منتج بتنزله هنا بحيث لو حد حابب ان هو يجرب. تمام، زي مثلا النوت بوك الام، وده لسه نازل من امبارح اول امبارح في الدول غير امريكا، نازل في امريكا من فترة. ده مثل الذكاء الصناعي بيلخص لك اي كتاب، بيبدأ ان هو يجمع لك المعلومات. يعني ممكن ترفع له 5 6 كتب وتقول له لخصهم لي في كتاب واحد بحيث اقراه مرة واحدة. جميل جدا، يعني حتة ان انت عندك مفكرة فيها ذكاء اصطناعي. تمام، ده مثلا كنت رفعت كتاب وبدأت ان انا اناقشه في الكتاب دوت، ممكن اقول له طب لخص لي الكتاب دوت، طب قول لي ملخص للملف. تمام، يبدأ ان هو يلخص لك الملف دوت. تمام، لو في اي كلمة مش واضحة في الملف قول له عايز اشرحها او افهمها، يبدأ ان هو يشرحها لك. طب اشرحها لي تاني، او حتى بيجهز لك بعض الاسئلة. تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي موجودة في المختبر بشكل حلو. في حاجات خاصة مثلا باي ايميج اند ميوزك، ما عايز تجربها تقدر انت تجربها، لسه ما نزلتش في بقية المنتجات، لكن هو متاح فرصة ان انت تبقى من اول الناس اللي تجربها وتديهم فيدباك. تمام، تقدر مثلا ده هنا تقول له اعمل لي فيديو، هديك تكست تعمل لي فيديو. تمام، فيديو بالجودة دوت، او تقدر تغير التكست بحيث تطلع لك حاجات كتير. دي الايمج الميوزك. تمام، تقدر ان انت تقول له انا عايز اشوف الايمج اف اكس. تمام، بيقول لك اكتب البرومت اللي انت عايزه. تمام، ممكن تغير اللي انت عايزه. سي دي يعني في صورة معينة أنا عايزه ياخد منها، فلو أنت مش عايز ممكن تلغيها خالص. تمام، يبدأ إن هو يعمل لك بقى إيه شوية صور كويسة. هنا بيشرح لك البرومبت اللي اتعمل بيه الصورة. كل ما تنزل هتلاقي حاجات كتيرة هم شغالين عليها لغاية دلوقتي، يعني الجودة بتاعتها لسه مش أحسن حاجة. تمام، لكن هم بيطوروا فيها. ممكن مثلا لو انت شغال في البرمجة تجرب اللي هي الكود دوت وتبدأ ان انت تشوف الفود مود. ممكن نحدد لك ايه الاكلات اللي انت هتاكلها، لو انت مثلا نباتي او انت عايز تجرب اكل معين وهكذا. فهسيب لكم الرابط، حاول ان انت تستمتع بالدخول في مختبر بتاع جوجل.